أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا استغفر الله العظيم
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وإنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في خيانتكم حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا
فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من
يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يذرون فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى
ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترئ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لو تعلموهم لم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ يَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله para insan kita membaca juz yang ke-26 pada hari ini ya. Banyak sekali ayat yang kita baca tadi namun insyaAllah saya nak mengambil beberapa potong ayat yang masyhur iaitu dalam surah Al-Fath ya, surah Al-Fath yang mana Allah menyebutkan محمد رسول الله والذين معه وشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا محمد itu Rasulullah dan mereka-mereka yang bersama dengannya asyداء الكفار keras terhadap orang-orang kafir رحماء بينهم tetapi kasih sayang sayang menyayang sama mereka تراهم kamu melihat mereka rukaan banyak berrukuk sujudan banyak bersujud ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana dan mereka mengharapkan kurniaan daripada Allah dan serta keridhaannya simahum fi wujuhi min athis sujud dan wajah-wajah mereka tanda-tanda wajah mereka itu terdapat kesan-kesan sujud ya zalika ma fi taurat wa ma fi injil begitulah perumpamaan mereka yang dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil baik Para hadis sekalian, ayat ini Allah bagi tahu Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang umat-umat Muhammad yang ikut Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW, mereka itu orang yang tegas pada orang kafir. Tapi kita orang faham. Bukan makna tegas ini suruh bunuh orang kafir. Tidak. Tidak ada Islam ajar macam itu. Ya? Tegas bermakna kalau orang-orang bukan Islam ni dia tak ada halal haram. Dia nak minum arak, dia nak berjudi, nak berzina, silakanlah dia. Kita tak akan buat, kita draw line. Ya? Orang-orang yang bukan Islam kata, apalah kamu ni orang Islam.
minumlah sama-sama, minum arak sama-sama. Minta maaf, kita tegas, no way, kita nak bersama-sama dengan awak. Awak susah, saya beri tolong. Tapi benda-benda yang haram, awak tak beri ikut saya, saya tak beri ikut awak. Kita draw clear, itu menasyidat, tegas. Ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang sama mereka. Inilah yang mana Nabi SAW pupukkan, sampai benar-benar menjadi ukhuwah Islamiah. Ya, okey. Kemudian kita masuk surah Al-Hujurat. Ya. Hujurat ni bermakna bilik-bilik atau kamar-kamar. Ya. Dia plural, bilik. Ya. Jadi daripada ayat ini, surah ini Allah menegur beberapa orang-orang Islam. Ini masalah akhlak dan adab. Ya. Apabila kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq Umar Khattab mendauli Nabi SAW dalam nak membuat hukum, dalam nak menghukumkan sesuatu, kemudian kedua-duanya berbeza pendapat dan bertengkar. Nah, ini sahabat-sahabat pun bertengkar, tuan-tuan. Tapi Allah tegur, ya. Allah tegur, jangan buat macam itu, ya. Pertama, jangan mendauli Allah dan Rasul dalam nak buat keputusan. Satu. Kedua, jangan bertengkar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Nabi sebut. Allah sebut, la tarfa'u ya alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu kalian keraskan ya bagi kepadanya kata-kata kamu sebagaimana kamu keraskan suara kamu di antara kamu sendiri. Ya, bermakna ini adab Allah ajar bila berbual dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan keras-keras. Jangan kasar-kasar. Lembut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak boleh berbual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam berbual kawan biasa. Itu maksud ini. Dia berbual orang biasa sama macam dia berbual Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak betul. Takut apa? Antahbata amalukum wa antum la tashurun. Takut-takut amalan-amalan pahala tu terbatal dan kita tak sedar, tuan-tuan. Pasal apa? Biadab dengan Nabi SAW. Sama juga kita kira biadab dengan orang alim. Orang-orang alim ni waris Nabi. Kalau awak biadab dengan mereka, takut-takut. Ya? Mereka ni dikasih oleh Allah dan Rasul. Ha, ya? Lagi-lagi ulama-ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Zaman ini orang dah tak peduli ulama. Orang dah tak hiran. Ya? Dengan orang alim, ulama besar, orang tak hiran. Orang boleh criticize, ada pula yang rasa dia lebih pandai daripada alim ulama. Nauzubillah min dzalik, ya. Takut-takut amalan-amalan kamu terosak, terbatal tanpa kamu sedari. Ini kau dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita begitu juga kita akhlak dengan pewaris Nabi. Baik. Innal ladzina yudun ashab inda Rasulillah ulaika alladzina amtahallahu qulubahum littaqwa. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang Allah uji akan imannya dengan takwa, dan bagi mereka pengampunan dan pahala yang hebat, yang besar. Ya. Innal ladzina yudunaka min wara'il hujurat aktsarum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dengan di belakang tabir, mereka itu kebanyakan tidak berakal. Walau annahum sabaru lakana takhruju ilaihim. Kalau mereka itu sabar dan tunggu sehingga kamu keluar pada mereka, itu lebih baik untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim. Maksudnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ceritanya apa, tuan-tuan? Ada satu Arab Badui, ya, dia datang ke rumah Nabi SAW daripada jauh dan pergi, ya Muhammad. Ya, ini orang Arab Badui ni, tuan-tuan, ya. Adalah satu jenis manusia yang dah kasar, ya. Ini memang tak makan saman, ya. Kita orang Melayu pun tak adalah pernah kita tengok orang kencing dalam masjid, ya. Kalau kencing dalam masjid ni sama ada budak-budak atau orang gila, ya. Tapi zaman Nabi SAW ada Arab Badui tak gila, tuan-tuan, eh? Tapi dia boleh kencing dalam masjid. Orang sahabat dah naik angin, dah nak pukul dan dah nak pancung ke dia. Tapi Nabi SAW sabar, sabarkan, jangan buat apa-apa. Kalau kamu herdik, dia akan lari satu masjid berterabur. Jadi biarkan sampai dia habis, maka Nabi SAW ajar macam mana nak bersihkan najis. Ya? Jadi
Mereka ni banyak ayat Allah Ta'ala turunkan untuk nak tegur akhlak mereka. Ini manusia. Mereka beriman pada Allah tapi akhlak nak kena betul. Nak kena betulkan. Ya? Kadang-kadang terbawa-bawa dengan zaman Arab Jahiliyah dulu. Eh? Zaman Jahiliyah tu terbawa-bawa sampai dah masuk Islam pun masih terbawa-bawa. Jadi bila panggil Nabi, macam dia panggil kawan biasa. Ya Muhammad, dia berluar, berluar rumah. Tidak-tidak disabar. Kalau mereka sabar, tunggu sampai Nabi SAW keluar, lebih afdal, lebih baik. Ya, itu adab. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sebab nuzul ayat ini tak apa jelas tuan-tuan, tetapi yang pentingnya Allah bagi tahu orang beriman, jika datang pada kamu sebuah satu khabar daripada seorang yang fasik, fatabayyanu, perjelaskan dulu. Takut-takut kamu bertindak, kemudian kamu bertindak dengan penuh kejahilan, akhirnya kamu akan menjadi orang yang menyesal. Kalau ada orang cakap dengan kita, isteri awak ni buat benda tak senonoh tau kat belakang awak. Dia tak percaya, dia dengar dia memang percaya je. Tak tahu dia ceraikan benda yang telak tiga. Ternyata lepas tu tak ada apa-apa. Menyesal tak? Menyesal dan tak boleh batal balik. Dia bukan kena main-main. Ya? Dia dengar satu benda yang dia tak cukup periksa. Dia terus pun bantai anak dia, bantai apa isteri dia sebagai contoh. Dah jadi kecoh kan. Lepas tu bila dengar rupanya cerita tu tak ada apa-apa. Fitnah saja. Maka inilah Allah kata, wahai orang beriman, jika datang pada kamu satu khabar daripada orang yang fasik, orang yang tak beriman atau orang yang tidak beramal, orang yang fasik, orang asilah ya. Maka perjelaskan dulu. Takut-takut kamu bertindak, kemudian kamu menyesal. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Ya? Baik, insyaAllah tentang Allah sekalian. Okey, kita ambil satu lagi ayat. Wa'in ta'ifatain, wa'in ta'ifatain minam uni, iqtadru fa'asubu bainahuma. Jika dua kaum puak, orang-orang yang beriman, saling berperang, maka berdamaikanlah di antara mereka berdua. Fa'in barat ihdahuma, kalau yang salah satunya buat anyaya ke atas yang lain, maka bunuhlah ataupun perangilah yang buat zalim kepada orang Islam yang lain. Ya, sehinggalah dia kembali pada agama Allah, ikut syariat Allah. Bermakna ada sebab nuzul ayat ini tuan-tuan, orang-orang Ansar ya naik kedai pergi ke rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Ia berkata, "Nyalah engkau dariku, demi Allah aku telah terganggu kerana bau busuk kedai kamu." Ya? Ada orang Ansar jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang kutub munafik, dengan menaiki kedai ni tuan-tuan, binatang yang kita tak boleh makan sebenarnya. Dia cepat pupus dan dia very low libido. Ya? Dan bau dia sangatlah busuk. Dan orang Arab tak suka kedai, tapi untuk nak menunaikan keperluan mereka, mereka perlukan kedai. Ya? Jadi orang Ansar naik kedai, sampai kat depan Abdullah bin Ubay bin Salul bersifat irritating, bersifat macam menyakitkan hati. Kamu pergilah daripada aku, kamu pergi kedai ni bau busuk lah. Maka orang Ansar pun marah, dia pun cakap, sebenarnya kamu lagi busuk daripada kedai aku. Jadi marah pula orang munafik dengan orang Ansar. Akhirnya jadi bergaduh, bertelaga, bertumbuk kat situ. Maka Allah kata, kalau nampak benda macam ini, dua-dua dah berteraga, takut jadi kebesar nanti, bunuh-membunuh pula, maka cepat-cepat masuk leraikan. Ya? Kalau yang satu betul-betul menzalimi, yang satu bunuh terus, maka perangilah yang satu lagi supaya minta dia stop, sampai dia stop. Ini yang berlaku. Ya? Memang benda-benda berlaku pada orang munafik. Tapi siapa tahu dia munafik? Allah je yang tahu. Betul kan? Jadi kita kena hati-hati. Ini bermakna dalam kat sini, Allah kata apa? Janganlah kamu orang Islam berdua-dua ni membunuh-bunuh. Kalau ada yang dua ni bergaduh, kita kena sabarkan. Kita bukan sekaki, bukan. Kita sabarkan. Ini adabnya Allah SWT ajar. Ya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asu bain akhwaikum wa taqullah la'alakum turhamun. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Dan perbaikilah di antara saudara kamu akan hubungan mereka dan bertakwalah kamu kepada Allah. Moga-moga kamu dirahmati. Dan Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum. Orang beriman, janganlah satu kaum
memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan pada kaum yang lain. Mana tahu mungkin-mungkin yang diperolokkan itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Wala nisa'un min nisa'in, dan tidaklah, janganlah perempuan dengan perempuan. Sesungguhnya moga-moga ya mereka itu menjadi lebih baik lagi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu mencelakan diri kamu sendiri dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Ya tuan-tuan, dalam ayat ini ajar kita adab. Ada orang panggil gelaran dia apa? Dia nama dia pungut. Nama dia buang. Ya, nama dia si gemuk contohnya kan. Si buntal contohnya. Ini semua gelaran-gelaran yang tidak baik, ya. Wala tanabazu bil alqab, Allah kata jangan kita start memanggil orang dengan nama-nama samaran yang tidak baik. Ya. Si pendek, si katek tak bagus. Allah kata wala tanabazu bil alqab. Si panjang kan. Cakap baik-baik nama dia apa, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fusuqu ba'd iman. Sebaik-baik nama yang fasik setelah beriman, ya. Wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun. Barang siapa yang tak bertaubat maka mereka itu orang yang zalim, tuan-tuan. Jadi kat sini kita belajar adab, ya, jangan kita perlekehkan. Kita orang Singapura tau. Orang Malaysia ni tak sebagus macam kita. Mana dia orang tahu ni semua? Itu namanya sakhar. La yaskhar, jangan memperlekehkan. Nampak? Dekat Malaysia tu maksudnya orang ni dekat kampung tau. Dia mana sama kita, dia orang mana tahu ni semua. Contoh kita macam mempersenda-sendakan. Ya. Maka ini kurang baik. Sebab kita tak tahu yang kita sendakan tu mungkin dia lebih baik pada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ya, dia ni bukan betul sangat. Dia pun banyak betul macam ya saja. Kita memperlekeh-lekehkan dia. Sekali di sisi Allah dia lagi baik pada kita. Macam mana? Ya. Okey, baik. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita. Dan dapatlah kita terangkan dekat sini. Banyak sekali mutiara-mutiara. Mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan yang betul. Dan ini adalah malam 20, hari yang ke-26. Dan malam yang ke-27. Ikut pendapat yang masyhur, malam ini malam yang masyhur. Sama-samalah kita beribadat. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita malam itu qadar. Dan tak sia-sia kita hidup kat dunia ini, insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.